السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، يا رب تكونوا دايما بخير. وقدم لكم اسعار صرف الدولار والعملات اليوم الاربعاء 23/10/2024 من قناتي انا وحياتي في السوق السوداء فضلا وليس امر. اتمنى دعمكم ليا باشتراك ولايك. اسعار صرف الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء: سعر اليورو 54 جنيه 25 قرش، سعر الريال سوري 13 جنيه 22 قرش، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء 13 جنيه 85 قرش، سعر الريال القطري اليوم في السوق السوداء 14 جنيه 60 قرش، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 164 جنيه 85 قرش، سعر الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء 71 جنيه 22 قرش، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء 232 جنيه 50 قرش، سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء 135 جنيه 35 قرش، سعر الدينار الليبي اليوم في السوق السوداء 10 جنيه 75 قرش، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء 64 جنيه 71 قرش، سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء الشراء سجل 49 جنيه 61 قرش، والبيع سجل 50 جنيه 75 قرش. بشكر حضراتكم جدا في الختام دايما، اللهم آمين على كل دعوة في قلوب حضراتكم. شكرا لكم اخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.